بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ وياكم المحاضرة الثالثة من الأحياء المجهرية الصناعية. هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها في الأحياء المجهرية الصناعية، والهدف من هذه المراعاة لتقليل كلفة الإنتاج، لأن التحدي هو تقليل كلفة الإنتاج. من هذه الأمور أو النقاط تحديد موقع المنتوج، فإذا كان داخل الخلية نحتاج نكسر الخلية عدة معاملات حتى يخرج خارج الخلية حتى نقدر نفصله ونعزله، أو خارجها، وإذا كان خارج الخلية لازم ندرس بعض التفاصيل مثل التركيب الكيميائي للمنتوج. فإذا كان تركيب الكيميائي سكري يختلف عن ما هو يكون دهني، يختلف عن ما يكون بروتيني. كذلك من الأمور الأخرى الوزن الجزيئي لهذا المنتوج، كلما زاد الوزن الجزيئي قلت كلفة الإنتاج. ومن حيث الشحنة، إذا كان المنتوج مشحون ما هي المعاملات التي تتطلب استعمالها؟ فإذا كان مشحون بالشحنة الموجبة نحتاج آلية فصل سالبة لجذب هذه الشحنة الموجبة. النقطة الأخرى حجم هذا المنتوج، الحجم يختلف عن الوزن الجزيئي، ربما يكون وزن جزيئي عالي بس حجمه صغير، والعكس كذلك. فالحجم، حجم المنتوج يختمنا في الغربلة الجزيئية لهذا المنتوج. كلما كان حجمه كبير يمكن الاستفادة منه بطرق أسهل. والنقطة الأخرى التي يجب مراعاتها هي كمية المنتوج المتوقعة ومدى ذوبانيتها بالماء أو المذيبات الأخرى. إذا كانت كمية المنتوج قليلة فهذا يتطلب وقت إضافي ومعاملات إضافية وبالتالي زيادة بالتكلفة. وإذا كانت ذوبانيته بالماء قليل نفس الحالة، نحتاج كحول، نحتاج مذيبات عضوية حتى نقدر نفصل هذا المنتوج. من أهم منتوجات الأحياء المجهرية الصناعية هو بروتين أحاد الخلية. سمي بروتين أحاد الخلية لأنه كتلة بروتينية مصدرها خلية واحدة، وكل خلية هي تشبه الخلية الأم. أبسط مثال الكمأ، ينتج من خلية فطرية واحدة. من أهم مواصفات العزلة المستعملة في الأحياء المجهرية الصناعية لإنتاج بروتين أحاد الخلية، وكل المواصفات تصب في تقليل كلفة الإنتاج، سريعة النمو، والهدف منها تقليل فترة الحضم وبالتالي تقليل فترة استعمال الأجهزة، تقليل كلفة الإنتاج. تغذويتها بسيطة، هدفها استعمال مواد متوفرة وبسيطة ورخيصة، غير سامة وممرضة، محتواها الغذائي عالي من البروتينات والفيتامينات، قليلة المحتوى من الأحماض النووية، لأن الأحماض النووية تسبب لنا مشاكل صحية خصوصا بالكلى، لا تكون فضلات يصعب التخلص منها. يعني احتمال انتج بروتين احاد الخلية بس يكون بوسط صعب افصل هذا البروتين او اعزله، او ربما يكون غني بالهيفي ميتال وبالتالي يصعب التخلص من هاي العناصر الثقيلة. وسهولة استخلاص خلايا بروتين احاد الخلية من وسط التخمر، كل النقاط هدفها تقليل كلفة الإنتاج وإنتاج بروتين غذائي يمكن استعماله
للحيوانات الداجنة أو الماشية أو ربما حتى الإنسان، وتنتج بروتين قابل للهضم ذو نكهة ولون مقبول بحسب الصنع. أهم الأحياء المجهرية الحاوية على هذه الصفات هي الخمائر، ومثل ما تشوفون هناك أنواع مختلفة من الخمائر استعملت مسبقا في إنتاج بروتين أحادي الخلية، ومو بس هذا وإنما احتمال إنتاج بعض الفيتامينات وبعض معززات النمو. أهم الخمائر هي خميرة الخبز، وهي المتداولة عندنا بالبيوت اللي يستعملوها في صناعة المعجنات. إذا كان المخلل مولاس هو الأفضل استعمال سكارومايس السيرفيسي، لها القدرة على استهلاك محتويات المولاس والنمو بأسرع وأفضل كمية. إذا كان المخلل مواد بترولية استعمال الكانديدا بارافينكا، إذا كان المخلف نشأ نستعمل إندومايكوبسيس وكانديدا يوتيلس بطريقة نسميها ميكس بروت، استعمال نوعيتين من الخميرة في إنتاج بروتين أحادي الخلية. بعد إنتاج هذا البروتين يمكن استعماله في الصناعات المختلفة أو ربما إضافته إلى أعلاف الدواجن والماشية كمعزز بروتيني لهذا العلف. ثاني نوع ميكروبي يستعمل لإنتاج بروتين أحادي الخلية هو البكتيريا. من أهم سلبيات استعمالها هو أن محتواها، محتوى الأحماض الأمينية الكبريتية في بروتيناتها عالي، وبالتالي يسبب لي مشاكل صحية في الكلى. والأحماض الأمينية مثل ما تعرفوها مثل السيستين والسيستاين. كذلك تمتاز، ومن أهم إيجابياتها بأنها تحتوي على طيف واسع من الأحماض الأمينية الأساسية، وأنها قليلة الحاجة إلى منشطات نمو وأسرع نمو من الخمائر، يعني تعطيني كتلة حيوية عالية بأقل وقت، ومداها التغذوي واسع، يعني يمكن أستعمل أنواع مختلفة من السكريات مثلا أو مخلفات، تنتج بروتين ذو طعم مستساغ. هذه الأمور دفعت الصناعين إلى إنتاج بروتين أحادي الخلية. من أهم أنواع البكتيريا المستعملة في تصنيع البروتين أحادي الخلية هي ميثايلوفايلاس ميثايلوتروفيس وسيدوموناس ميثانيكا وهايدروموناس هيوتروفيكا. البعض راح يقول سيدوموناس مرضية، لا هاي النوع مو مرضية، سيدوموناس ميثانيكا. بعض الأجناس من اسمها أقدر أخمن نوع المادة الأساس، مثلا ميثانيكا سيدوموناس ميثانيكا، بمعنى يمكن أن تنمو على مخلفات الصناعات النفطية وتتكاثر، وفيما بعد أجي أخذها كبروتين. الأخيرة لها القدرة على متطلبات كلش بسيطة تنمو وتتكاثر، وبالتالي زيادة الكتلة البروتينية، لذلك يمكن استعمالها في لتغذية رواد الفضاء، مخمر كلش بسيط يمكن أن يعطيني كمية من البروتينات. رابع نوع مايكروبي هو الطحالب، يشكل البروتين 60% من الوزن الجاف للطحالب، وأهم ما يميزها واستعمالها للبحيرات الحاوية على مخلفات المجاري اللي بيها مستوى غناء عالي، وتمتاز بأنها تحتاج الضوء، لذلك لازم تكون على البحيرات على البيئة المفتوحة مو بالمخمرات. يعني أهم أنواع الطحالب المستعملة هي الكلوريلا.
عند استعمال الأحياء المجهرية المختلفة في التقانة الحيوية لعلاج مشكلة ما، تظهر عندنا كمنتوج عرضي هو الكتلة الحيوية، بمعنى يظهر عندنا منتوج عرضي بروتين وحاج الخلية، فلم يكن إنتاج البروتين هو المقصود، وإنما هو حل مشكلة في الصناعات النفطية. والمشكلة تتضمن هو تجمع الشمع في مسالك الغاز، وبالتالي كانت الفكرة ضخ بكتيريا لها القدرة على النمو أو على إنتاج إنزيم اللايبيز لتحليل هذا الشمع، فكان ناتج عرضي هو الكتلة الحيوية. تتكاثر هذا الميكروب في هذه الأماكن وتطلع كتلة حيوية، لذلك هذه الكتلة الحيوية يمكن الاستفادة منها في بدء تدعيم الأعلاف المختلفة. ففي روسيا مثلا تنتج 1,000,000 طن من الكتلة الحيوية باستعمال شمع البرافين، في العراق سابقا ينتج 8 أطنان سنويا باستعمال الإيثانول. شمع البرافين والإيثانول تضاف للوسط كمصدر للكربون بديل عن الجلوكوز مثلا أو اللاكتوز. واحد من المنتوجات الهيدروكربوني هو الميثانول، يمتاز بصفات مختلفة تجعل من هذه الصفات ملائم لنمو الميثايلوفايلس ميثايلوتروفس. ينتج بروتين من خلال استعمال الميثانول كمصدر للكربون بشكل بروتين حبيبي بلا طعم أو رائحة كريمي فاتح، يستعمل في تغذية العجول ببعض المشاكل الصحية والأمور الأخرى، أن محتوى من الأحماض النووية عالي، لذلك راح يزداد حامض اليوريك بالدم عند استعماله بكميات كثيرة. ندخل الآن إلى إنتاج منتجات باستعمال الأحياء المجهرية ككتلة حيوية، بايوماس. أهم هذه المنتجات خميرة الخبز، هاي المتداولة عندنا في صناعة المعجنات. أهم الأحياء المجهرية المستعملة هي ساكاروميسيس سيرفيسيا، ممكن استعمالها تستعمل في إنتاج بعض المعجنات، لها القدرة تمتاز بأنها ذات تمثيل مصدر كربوني عالي، خصوصا هذا الموجود بالطحين، لذلك تستعمل في المعجنات، تنمو بسرعة، تزداد كتلتها الحيوية ومنتوجها الأيض. هناك عدة نقاط يجب مراعاتها عند إنتاج خميرة الخبز كخميرة خبز مو كمعجنات. الوسط الزرعي والأفضل هو المولاس مدعم بعوامل النمو، مخمرات بمساحات واسعة وكبيرة، ظروف دقيقة، مخمرات بمساحات واسعة وكبيرة لأنه الإنتاج يتضمن هوائي لإنتاج كتلة حيوية. إذا صار لا هوائي راح يتحول الكتلة الحيوية إلى كحولات مختلفة، لذلك يجب الإنتاج بظروف دقيقة جدا. أنواع الخمائر المنتجة بأنواع مختلفة، خميرة الخبز الرطبة المضغوطة نسبة الرطوبة 70%، يمكن استعمالها خلال فترة لا تزيد عن 14 يوم، هذه تقليل الكلفة في حال المدينة ذات معامل معجنات مختلفة ويهمها تقليل كلفة الإنتاج، بدل ما أجفف المنتوج أبيعه هو رطب، بس على أن يستعمل خلال فترة لا تزيد عن 14 يوم. خميرة جافة لا تزيد الرطوبة عن 8%، وبنفس الوقت لازم تبقى الخلايا حية، لذلك ما استعمل حرارة، استعمل ضغط سالب بالتجفيف على أن لا تزيد الحرارة عن 45 مئوي. واللقاح المستعمل هو ساكاروميسيس سيرفيسيا، يمكن تغيير الطعم باعتبار أنه هذا الميكروب راح يدخل ضمن العجين، باستعمال تهجين وراثي يتغير الطعم بحسب الرغبة والنكهة.
وبالطرد المركزي نرسب الخلايا بالأسفل، نستخلص هاي الخلايا ونجففها ونبيعها ونحملها على حوامل معينة ونبيعها على شكل باودر مثل ما هو متوفر بالسوق. أهم محتويات العجين هو النشا، وبالتالي تمتاز الخميرة أول ما تبدأ بعملها إنتاج إنزيم الأميليز يحول هذا النشا إلى سكريات أولية. بعد هاي السكريات الأولية بالفعل المنتوج الأيضي تتحول هاي السكريات إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. الهدف من استعمال الخميرة هو ثاني أكسيد الكربون، لأنه يظهر بين جزيئات العجين على شكل فراغات، وهذا هو المطلوب. أما الكحول يتطاير أثناء وضع العجين بالفرن. مثل ما ذكرنا هناك أنواع مختلفة من الخمائر، بعضها ينطي نكهات مختلفة بحسب نوع المنتوج. شكرا جزيلا.